أكلات شهية وكمان صحية. أكلاتنا الشهية على مائدة الغداء، وفي كل حلقة هنقدم أكلات متكاملة شهية صحية. احنا بنقدم دلوقتي الوجبة الاساسية في اليوم، بمعنى ان هي الوجبة اللي بيتعلق عليها كل ما يتوقف عليه نشاطك من ناحية بناء جسمك، من ناحية الطاقة بالنسبة لك، من ناحية الاغذية الوقائية. الوجبة دي احنا في مجتمعاتنا الشرقية بنقدمها وبنعتبرها وجبة غدا، لكن ممكن في بعض الدول او بعض التقاليد بتختلف، ونبص نلاقي ان الوجبة دي بقت وجبة دي بتتاخد في فترة العشاء. ايا يكون السبب، فاحنا بنقول دايما ان هذه الوجبة لابد انه يأتي بعدها فترة راحة ما بتقلش عن 10 دقائق، بيكون فيها الجسم في حالة هدوء تام، وان لو كانت وجبة عشاء ما تنامش قبل مرور ساعة من انتهائك من هذه الوجبة. المطبخ صيدلية المنزل وبتديرها ربة البيت، ومن هنا بنحملها مسؤولية صحة أفراد أسرتها وتقديم الوجبات السليمة لهم. والوجبة النهاردة بتتكون من الكفتة المستوية والسلطة والمكرونة بالزيتون. الحقيقة أنا استعملت اللحمة المفرومة لأنها سهلة الهضم وطعمها حلو، وكتير قوي بيفضلوها عن اللحوم التانية. معاها عملت السلطة الخضراء وعملت عصير اللبن بالبلح، حقيقي قيمته الغذائية عالية جدا، وبقدم الفاكهة. وبالشكل ده تبقى وجبة متكاملة فيها كل ما يحتاجه جسم الإنسان. الغداء النهاردة هيكون عبارة عن كفتة بانيه باللحمة المستوية، وهيكون مكرونة بالزيتون وسلطة عشان تبقى الوجبة كاملة.
ودلوقتي هقول لكم ازاي نعمل الكفتة البانيه المستوية. مقادير: لحمة مستوية طبعا على قد اعداد الموجودين، نص كيلو ربع كيلو زي ما انت عايزة، توست طاري مش ناشف، بصل وبقدونس او تقدري تحطي فلفل اخضر، بقسماط، بيض، قرفة وتوابل اللي بتحبيها، وشوية لبن صغيرين، وطبعا للتحمير زيت. المقادير مرة تانية: لحم مستوي، ممكن يكون مسلوق، ممكن يكون محمر، ممكن يكون فراخ، ممكن يكون لحمة معصجة، اي لحمة موجودة عندك طبعا بمقدار عدد الناس الموجودين عندك. توست طري او رز بايت مطبوخ، بصل، بقدونس، ممكن يكون فلفل اخضر، ممكن يكون شبت طبعا اللي بتفضليه، بقسماط، بيض، قرفة، توابل اللي بتحبيها، شوية لبن صغيرين. دلوقتي انا هقول ازاي بنعمل الكفتة دي. اللحمة طبعا المستوية بتاعتي هجيبها وافرمها. بعدين دلوقتي انا فرمت اللحمة بالشكل ده، هحطها في الطبق اللي انا هعجن فيه الكفتة. انا ليه خدتها لحمة مستوية؟ لان اللحمة المستوية اخف من اللحمة النية، فطبعا بتبقى كفتة اخف، وفي نفس الوقت لما بيبقى عندك بواقي اكل عايزة تقدميها بشكل جديد، اللي بيحصل انه ده بيبقى شكل جديد للاكل، اللحمة والرز ممكن يكونوا شوية صغيرين ما ينفعوش حتى يتاكلوا، فيبقى عملتي منهم طبق يتاكل وشكله حلو، لان بتحطي له اضافات البصل والبقدونس والحاجات دي، فطبعا بيزود الطبق وبيديكي، وشوية رز على شوية لحمة او شوية توست على شوية لحمة هيديني كمية اكبر ويبقى شكلها احسن، ويبقى الطبق شكله شيك بدل ما يبقى بواقي اكل ترميها او تحطيها في التلاجة او تاكليها بشكل مش حلو. ودلوقتي هفرم البصل كده، فرمت البصل والبقدونس طبعا، ده انا بحطه بيبقى طعم حلو وقيمة غذائية واضافة للكفتة بالشكل ده. بعد كده هفرم التوست، انا فرمت التوست هضيفه. الحقيقة البقدونس من الحاجات المفيدة جدا للكلى ومسكن لما يبقى فيه حد تعبان يقدر ياخده، وبعدين من احسن الحاجات اللي بتضيع ريحة البصل والثوم. طبعا احنا بنقول بصل والثوم مفيدين جدا، لكن المشكلة في الريحة بتاعتهم، فاذا كانت المشكلة في الريحة يبقى تاكلي معاها بقدونس بيمتص ريحة البصل والثوم. كده هبتدي اقلب انا الحاجات دي مع بعضيها واحط التوابل. وبحط الملح بتاعي عشان ما زودش الملح، لاني انا بعد كده بتبل البقسماط وبتبل البيض، فاخد بالي من ان التوابل ما تبقاش زيادة قوي. كل حاجة بتضيفيها للكفتة بيبقى لها فوائدها، التوابل لها فوائدها، والبقدونس له فايدته، والبصل له فايدته، فطبعا بتعملي طبق مفيد ومغذي. وانا قلت ممكن تستبدلي التوست بالرز، ممكن تضيفي هنا كمان طماطماية او شوية لبن صغيرين زي دول كده، عشان تديني كفتة متماسكة حلوة. يبقى يا هنضيف طماطماية يا هنضيف شوية لبن. دلوقتي بعد الكفتة ما بقت بالشكل ده، هبتدي اعمل البيض. هاجي اكسر البيض هنا كده، وتبله. انا بعمل بيضة بيضة ليه؟ عشان ما اعملش
واسيبه، يعني انا لما اخلص البيضه اعمل غيرها، ممكن قوي ما اخدش غيرها وممكن اخد غيرها، فيبقى اعمل واحده واحده بس، بحط لها شويه فلفل وشويه ملح كده. كده جهزت البيضه بالشكل ده، وبعدين هبتدي اتبل البقسماط اللي انا هشتغل بيه. ممكن قوي اضيف للبقسماط شويه دقيق صغيره اذا ما كانش ناعم قوي، واذا كان ناعم قوي بيبقى خلاص بحط له ملح، بحط له فلفل، بحط توابل، دي بتدي ريحه لطيفه قوي في التحمير بتاعه، وبيبقى حلو الحقيقه قوي. دلوقتي انا هبتدي اعمل وحدات الكفته. طبعا كل واحد بيعمل بالشكل اللي هو عايزه، بس احسن انها كلها تبقى مقاس واحد، بيبقى طبعا شكلها احسن بكتير، لكن كل واحد بيعمل الشكل اللي يعجبه. كده وحدات الكفته اهي، بعمل كل المقدار بالشكل ده، وبعد ما اخلص المقدار كله ابتدي اعمله بالبيض والبقسماط. هقول لك بقى معلومه، ان ده لازم الزيت يبقى غزير ومقدوح كويس قوي عشان يديكي نتيجه كويسه، والنار حاميه، الكفته بتحتاج بوتاجاز عالي ويكون زيت مقدوح كويس، زيت غزير، وبالشكل ده هيبقى عندنا كفته جميله جدا وطعمها حلو قوي ومغذيه، وطبق من بواقي الاكل في الثلاجه، عملي طبق جديد. ودلوقتي بعد الكفته ما بقت بالشكل ده، اهي اتعملت بالبقسماط المتبل بالملح والفلفل والقرفه، هبتدي احمرها في زيت غزير ومقدوح كويس قوي وعلى نار عاليه. حمرت الكفته بالشكل ده، ولازم اطلعها على ورق، والورق يتكرمش يقوم يمتص الزيت اكتر من الورق اللي مش مكرمش. هبتدي اعمل لها جرنشير بقى وارصها بشكل ظريف. كده هناخد وحدات الكفته ونرص في الطبق بتاعنا عشان يدينا شكل حلو. هنا الجرنشير عاملاه جزر مبشور وخيار مبشور وطماطم، لانه ده طبعا بيبقى يدي قيمة غذائية اعلى للكفتة وبيتاكل معاها وطعمه ظريف. ودلوقتي هبتدي اعمل الجرنيتير بتاعي. هاخد جزر احطه كده كده، وبعدين الناحية التانية هحط الخيار المبشور. دي ممكن يتقدم معاها سلطة خضراء او سلطة زبادي، طبعا زي ما انت بتحبي، مع بقية الوجبة اللي هي مكرونة بالزيتون، هتبقى وجبة كاملة مش ناقصها حاجة. ودلوقتي الطبق بعد ما تقدم، شفتي بواقي اللحمة والرز المستوية بقى شكلها جميل قد ايه، وقيمتها الغذائية عالية، وطبق جميل هيتقدم على السفرة مع المكرونة والسلطة، تبقى وجبة كاملة. ودلوقتي انا بعمل الطبق بتاع الغداء التاني. المفروض انه النهاردة هقدم مكرونة بالزيتون. المكرونة بالزيتون عبارة عن مكرونة مسلوقة، طبعا بتعملي نص كيلو ربع كيلو على عدد الناس اللي موجودة، لحمة مفرومة وبصل مفروم، وممكن بطاطسايه مبشوره معاها وممكن تلغيها، صلصه، سمنه، زيتون. هبتدي اعمل الصلصه بتاعت المكرونه. المكرونه انا قلت مسلوقه في ميه مغليه وملح، ومشطوفه بميه بارده، وبعدين باخدها اشوحها في زبده وملح وفلفل. جبت الحله هحط فيها معلقه سمن كده، هحط فيها البصل كده، هحط اللحمة المفرومة بحطها على النار. ودلوقتي انا
شوحت اللحمة والبصل، هحط عليهم الصلصة كده وهكمل التشويح بتاعي، وبعدين هحط الزيتون. الزيتون بيقعد على النار حوالي 5 دقايق كده، وبقلبهم كويس قوي. لو حطيتي بصل بطاطسايه مبشوره هتحطيها مع البصل واللحمه من الاول كده. عملنا الصوص وبقى بالشكل ده كده. هبتدي بقى ارص، طبعا بحط له الملح والفلفل مؤخرا عشان يديني ريحه احسن لما بتحطيه بعد ما بتخلصي كده. بعدين هجيب طبق التقديم بتاعي، طبق بالشكل ده. دي المكرونه المسلوقه في ميه مغليه وملح ومشطوفه بميه بارده، وبعدين متشوحه في حته زبده وملح وفلفل. بحط المكرونه بالشكل ده، وبعدين ده الصوص بتاعه. النباتيين ممكن ما يحطوش لحمه، يحطوا البطاطس والبصل وتتحمر برده ويتحط عليها الزيتون، بيبقى طعمها حلو وشكلها كويس برضو، بيدي نفس الشكل عشان هما ما بياكلوش اللحمة. ممكن النباتي يضيف شوية سوداني مفروم او مكسرات مفرومة لانها بتغني عن اللحمة، فبيبقى بالشكل ده عمل قيمة غذائية للطبق عالية. ودلوقتي انا عملت الطبق بالشكل ده، وبعدين بقدم معاه الكفتة اللي انا عملتها كده والسلطة، فبقى وجبة غدا كاملة زائد فاكهة تديني وجبة كاملة. مش ممكن الواحد يحتاج لأكتر من كده في الغدا. مع الرأي العلمي لوجبة غدا النهاردة. تعالى نبدأ معانا بالوجبة اللي احنا قدمناها لك النهاردة. بنشوف ان في عندنا الكفتة البانيه، وبنلاقي فيه المكرونة بالزيتون، وطبق تاني فيه سلطة خضراء، وبعد كده بنقدم لك كوب عصير بلح باللبن. بالنسبه للكفته البانيه، فاذا لقينا كميه المواد البروتينيه الموجوده في هذه الوجبه 60 جرام، والمواد الدهنيه 135 جرام، والكربوهيدراتيه 125 جرام، والسعرات الحراريه الموجوده حوالي 2000 سعر حراري. الوجبه دي زي ما انت شايف فيها لحوم، وفيها توست، وفيها بقسماط، وفيها بيض، وفيها لبن. 5 حاجات دي مجتمعة، كل واحد فيهم يعتبر من أغذية المواقف الصعبة، بمعنى أن كل مادة من هذه المواد أولا بتدي مواد بروتينية أساسية مسؤولة عن بناء الجسم، وفي نفس الوقت مسؤولة عن تعويض التلف من أسكت الجسم، وفي نفس الوقت كلها بتمد الجسم بحمض أميني مشهور قوي اللي هو حمض التريبتوفان، اللي يدخل في الدم ينشط الدم، يمر على أغشية المخ، ينشط المخ انه يفرز مادة السيروتونين، وهي المادة المسؤولة عن هدوء الجسم من ناحية، والمسؤولة عن تقليل الاحساس بالالم من ناحية تانية. بالنسبة للحمة اللي قدامنا، اللحمة المسلوقة، فاللحمة دي مصدر اساسي للبروتينات الحيوانية، زيها زي اللبن المتقدم، زيها زي البيض الموجود. بيفرق عن التوست والبقسماط ان كلاهما التوست والبقسماط بيبقى مصدر للبروتينات النباتية، ايا يكون المصدر بتاع البروتينات. فزي ما انتم شايفين الوجبه بتاعتنا فيها بروتينات حيوانيه مع بروتينات نباتيه، وهذه البروتينات اساسا مسؤوله عن نمو الجسم زي ما قلنا. وفي نفس الوقت اذا ركزنا على اللحوم واذا ركزنا على اللبن، بنلاقي ان كميه الدهون الموجوده فيها بتكون كميه قليله وغير مشبعه، وهذه الدهون الغير مشبعه مسؤوله اساسا على تقليل نسبه الاحماض الامينيه ذات الكثافه القليله، اللي هي اساسا بتقلل من ترسيبها على جدار الشرايين والاوعيه والاورده، وبالتالي بتقلل اي تفاعلات جانبيه لارتفاع ضغط الدم والام الزفحه الصدريه والام جلطات المخ وجلطات القلب وهكذا من هذه الوجبه. بنبص ايضا في الوجبه بتاعتنا بنلاقي البصل. البصل ده من الاغذيه المعروفه قوي انها بتكون من الاغذيه المسؤوله عن حمايه الجسم من الاصابه بالاورام من ناحيه، والمسؤوله عن مستوى البوتاسيوم، بتحافظ عليه عن طريق البوتاسيوم موجود في داخل هذا البصل، بيمر في داخل الجسم يزيد من قلويه الجسم ويحافظ على هدوء الجسم من ناحيه. وايضا البصل ده يعتبر
من الأغذية ذات الأهمية الخاصة لما يعطيه للغذاء من نكهة. لكن في نفس الوقت احنا بنقدم لك بقدونس، هذا المقدونس مسؤول أساسي عن أنه بيضيع من ناحية رائحة البصل الموجودة في الأكل، ومن ناحية تانية أنه يعتبر من أقوى الأغذية اللي بتساعد على زيادة مناعة الجسم، بالإضافة إلى أنه بيضيف لي أو بيزود للجسم بأربع فيتامينات مهمة اللي هي فيتامين ألف وب 2 وجيم وه. بنلاقي أيضا الأكلة بتاعتنا فيها الزيت، وده بيدخل تحت بند الأغذية ذات الكثافة، الأغذية الغير مشبعة أو الدهون الغير مشبعة المسؤولة على عدم ترسيب الجلطات في داخل الجسم. وبنلاقي إن في مجموعة عندي من التوابل سواء كانت القرفة أو البيض، ودي حاجة إحنا بنتناقش فيها. وطبعا يفضل إن الإنسان اللي بيعاني من أعراض جانبية سواء كانت تتعلق بتورم الجسم أو تتعلق بأعراض ارتفاع ضغط الدم أو تتعلق ببعض الآلام المسؤولة عن الجلطات في الجسم، بنقول له ابعد كتير قوي عن التوابل اللي موجودة في هذا الغذاء. إذا مسكنا الجزء الثاني اللي هو عبارة عن المكرونة بالزيتون، فبنلاقي إن المكرونة بالزيتون اللي موجود قدامنا عدد البروتينات اللي موجودة فيها 35 جرام، والدهون 100 جرام و5، والمواد الكربوهيدراتية 30 جرام، والسعرات الحرارية الموجودة في هذه الوجبة 1350 سعر حراري. احنا بنبص على المكرونة وبنقول ان المكرونة مع اللحم كلاهما يعتبروا من الأغذية، أغذية المواقف الصعبة المسؤولة الأساسية عن بناء أنسجة الجسم بكافة أنواعه. أيضا بنلاقي الصلصة، والصلصة تتميز بوجود ملح الجلوتاميك. ملح الجلوتاميك ده ملح مشهور جدا ويتوفر هنا في الطماطم وفي الصلصة، وده المسؤول عن مذاق خاص بالنسبة للأغذية من ناحية. الحاجة الثانية أنه بيسهل عملية نقل البوتاسيوم إلى داخل الدم، وده بيزيد من درجة قلوية الدم من ناحية أخرى، وأيضا ده بيحافظ بالتالي على هدوء الجسم وعلى السكينة. وما ننساش أنها أيضا من المواد اللي بتساعد على وقاية الجسم من الإصابة بالأورام المختلفة. الملح، الملح الحقيقة إحنا بنحب نوضح أهمية الملح. صحيح أن زيادة الملح بتؤدي إلى أمراض جانبية كثيرة جدا، يمكن أنتوا تعرفوها أكتر مني، من ارتفاعات لضغط الدم ومن أعراض جانبية لتورم الجسم وفشل الكلوي وهكذا. لكن الملح عنصر هام جدا في الغذاء، بمعنى أن الملح أساسا بيزودني بمادة البوتاسيوم. هذه المادة مسؤولة عن ضغط الدم من ناحية، هذه المادة مسؤولة عن المحافظة على حجم الدم، هذه المادة مسؤولة عن حفظ التوازن للأيون للخلية، هذه المادة مسؤولة عن حفظ ضغط الدم. فالملح بالإضافة إلى الطعم والمذاق الخاص اللي بيديه للأكل، لكن ليه وظيفة فسيولوجية أساسا بنعتبرها طبيا إنها أساس الحياة. الجسم من غير الصوديوم ومن غير البوتاسيوم، والصوديوم هو المكون الأساسي للملح، لا يستطيع أن يعيش أو أن يقوم بكافة الوظائف الحيوية وبالذات الوظائف العصبية للنهايات العصبية بالنسبة للجسم. هذه الوجبة زي ما احنا قلنا ان هي بتعتبر من المكون الثاني الموجود في وجبتنا. واذا نظرنا الى طبق السلطة الموجود قدامنا هنلاقي ان في حوالي 6 جرام من ناحية المواد البروتينية، وان في حوالي 20 جرام من المواد الكربوهيدراتية، وبعض السعرات الحرارية قد تصل الى 60 سعر حراري. السلطة بتاعتنا اذا اتكلمنا فيها من ناحية الطماطم، فالطماطم معروف فايدته من ناحية التغذية وفتح مذاق الجسم، لكن ممكن لو ضفنا للسلطة الخس، فأنا بنقول أن الخس دايما من أغذية الهدوء، وقد يكون أيضا من أغذية الحب، لأن الخس ده يتميز بوجود مادة البوتاسيوم السهلة اللي هي بتمصل الجسم اللي بتؤدي إلى هدوء الجسم. ويمكن ده يخليني أفكر أنه في قديم الزمان كانوا الرومان بيجففوا الخس ويستخدموا الأوراق بتحفة كمصدر أساسي للتدخين في قديم الزمان. ليه؟ لأن يتميز الخس نفسه وجود بعض المواد المهدئة اللي بتساعد على هدوء الجسم. آخر حاجة في الوجبة النهاردة اللي هو كوب البلح باللبن. معروف قوي قوي ان البلح ده من المواد الهامة جدا للتغذية. البلح في البداية بنقول ان لو جبنا فكرة تاريخية عن البلح، معروف زمان ان المحارب القديم كان بيحط البلح في كياس في رقبته وينزل الحرب يحارب، وكان يستخدم هذا التمر الجاف في التغذية بتاعته، يا إما على هيئة مسحوق يا إما على هيئة مصدر أساسي للطاقة. ليه؟ لأن التمر 75% من تركيبه مواد سكرية، والمواد السكرية هي الأساس، المصدر الأساسي للطاقة لهذا الشخص. صحيح أن البلح بيساعد على سهولة الهضم، سهولة الامتصاص، سهولة
انه بيحافظ على خلوية الجسم، سهولة هدوء الشخص في اي موقف موجود ليه، لكن هو اساسا بيعتبر مصدر من مصادر الطاقة الرئيسية بالنسبة للانسان. اذا ضفت كمان للبلح اللبن، واللبن معروف ما فيه من نسب من كافة العناصر الغذائية سواء كانت مواد كربوهيدراتية او بروتينية او دهنية بنسب ثابتة معروفة 1.3 إلى 1.1، او بما فيه اللبن من الكالسيوم والفوسفور بنسبة معروفة 1.3 إلى 1، اللي هي تعتبر احسن نسبة موجودة في اي غذاء تساعد على نمو العظام وكبرها وهكذا، فبنقول ان اللبن ايضا فيه مادة B1، فيتامين B1، فيتامين B2 والنياسين، وكلها ايضا من المواد مجتمعة اذا اضيف الى اللبن ده بيزيد من القيمة الغذائية لهذا الكوب من ناحية، ومن ناحية تانية انه بيسهل على عملية هضم الوجبة الدسمة اللي احنا قدمناها لك. عايز اقول يا عزيزي المشاهد ان الوجبة دي وجبة تعتبر مفيدة جدا للجسم. الجماعة اللي بيكون عندهم معاناة من تورمات في الجسم او الام ذبحة صدرية او ارتفاع ضغط الدم يقللوا كتير من نسبة التوابل الموجودة في الوجبة. الجماعة اللي بيعانوا من السكر او من السمنة المفرطة او العوامل القريبة منها يحاول على قد ما يقدر انه يقلل من نسبة التمر الموجود في الوجبة، لان التمر ده مسألة اساسية بالنسبة للمواد الغذائية. انما بالنسبة لصفة عامة لكافة مراحل النمو، اللي مرحلة النمو اللي هي النضج بالذات، هذه الوجبة مكتملة تعتبر وجبة اساسية سواء كان للشخص البالغ او للبنت البالغة. وفي نفس الوقت بنقول انك لازم اذا تناولت هذه الوجبة لابد انك تستريح على الاقل بلا حركة، تاخد وضع راحة تام لمدة ربع ساعة بعد الوجبة، وما تنساش انك لو تناولت هذه الوجبة بالليل انك تريح نفسك على الاقل لمدة ساعة قبل عينك ما تغفل، وده حاجة مهمة جدا في عملية التمثيل الغذائي وفي عملية التغذية بالنسبة للغذاء بصفة عامة وبالنسبة للوجبة دي بصفة خاصة. مع خالص تحياتي.